تعالوا نروح بقى لمعرض فيصل للكتاب. معرض فيصل للكتاب ده دورته الرقم 7 وبتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب. فكرة أكثر من رائعة. احنا عارفين دايما معرض القاهرة للكتاب بيكون في أرض المعارض، وفي معرض بيكون في اسكندرية في بعض المحافظات. من 7 سنين رئيس الهيئة العامة للكتاب في ذلك الوقت قال لا، تعالوا نروح بقى وسط الناس، نعمل معرض للكتاب ويبقى الكتاب للشارع، الكتاب للناس. تعالوا نشوف معرض فيصل في رمضان والإقبال الجماهيري، مش معرض للكتب بس، لا كمان معرض لنشاطات وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة جدا. تعالوا نشوف التقرير عن معرض فيصل. هذا هو الجانب الأبرز والمميز لمعرض فيصل للكتاب في دورته 7، ورش الأطفال والفعاليات والعروض التي جذبت ما يزيد على 3000 طفل منذ افتتاح المعرض في 9 من رمضان وصولا للختام في 19 من الشهر ذاته. دورة 7 لمعرض فيصل السنة دي، ومن واقع الاستبيانات اللي عملها مركز المعلومات مع الناشرين ومع الجمهور، بيقول انه في تطوير في تنظيم المعرض هذا العام. عندنا 52 دار نشر بخلاف هيئة الكتاب، وعندنا كمان أماكن لعمل الأنشطة بتركز أكتر على أنشطة الطفل. 3 أماكن على وجه التحديد بيشتغلوا كل يوم من 10 ل 15 ورشة تفاعلية مع الأطفال، بتخدم 2000 طفل تقريبا كل يوم من أبناء أهالي فيصل. مش محددين حاجة معينة، احنا بنقدم الختام زي الفعاليات اليومية. الختام النهاردة هيكون في فرقة من فرق أصول الثقافة. الجديد اللي عملناه السنه دي ان احنا اهتمينا بالنشاط الطفل، فكان في 3 أماكن للطفل مخصصه لورش الحكي والورش الفنيه ومسرح الطفل. من ضمن الجديد برضو او البرنامج الجديد المستحدث نشاط السينما، لو حضراتكم واخدين بالكم نشاط السينما ده جديد السنه دي، بيبقى وراه النشاط الثقافي، الندوات الثقافيه، وراه الختام الحفل الفني ان شاء الله. 53 دار نشر تقدم كتبا باسعار مخفضه، فضلا عن اقبال وصفه القائمون على المعرض بأنه زاد عن العام الماضي بنسبة تتراوح من 30 إلى 40%. شفت الرسومات اللي بره، الورش اللي بره ديت كويسة بالنسبة للأطفال، بالنسبة ان هي تنمي مواهبهم كرسم، كحاجة يبتدي يعرفها من بداية وهو صغير. عاملين بره حاجة كويسة في سينما للأطفال، وهنا بالنسبة للمعرض بالنسبة للكتب شفت تشكيلة كويسة، حاجات للأطفال، حاجات الكبار، كل حاجة موجودة يعني. عام بعد عام ويتسع جمهور معرض فيصل للكتاب، وفي المقابل يوسع من نشاطاته وفعالياته لإرضاء مختلف الأذواق والأعمار. أحمد فرج، أون لايف.